بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى محاضرة السادسة من محاضرات الإسكان للمرحلة الرابعة قسم عمارة. هاي المحاضرة تكملة للمحاضرة اللي سبقتها في معايير الإسكان الحضري. وصلنا بالدرس الماضي إلى مؤشرات تخطيطية تفصيلية للخدمات الاجتماعية، نوع الخدمة ونوعية الفئة المخدومة مع نسبتها، المركز الصحي عدد الأشخاص المخدومين 100%، يعني المركز الصحي هو خدمة جماعية لكل السكان فيصير 100%، الجامع أو الكنيسة هذا وفقا متطلبات المحلي، بينما المركز الثقافي عدد الأشخاص المخدومين 330 شخص على 1000، يعني 33% من العدد الكلي للسكان، أخذ العدد الكلي أضربه في 33 وقسمه على 100. مركز الشباب 250 شخص على 1000، يعني الشباب من 12 سنة لغاية 25 سنة، ويأخذ نسبة 25% من العدد الكلي للسكان. المحل الركني يأخذ 75% من العدد الكلي للسكان، السوق المحلي كذلك 75. فهاي أخذناها بالماضي بالمحاضرة السابقة. مركز التسوق أيضا يأخذ 75 عدد الأطفال. المقهى أو المرطبات 330 على 1000، يعني 33%. المطعم 30% من العدد السكان. إدارة المحلية تأخذ 100. مكتب بريد يأخذ 100 لأن يخدم الكل. مركز شرطة أيضا يأخذ 100%. مركز الإطفاء لغرض الحماية ضد الحريق يجب توفير مركز إطفاء واحد بحيث يخدم ماكسيمم 12,000 ساكن، والزمن المستغرق خلال طريق الطوارئ ما يستغرق 10 دقائق. محطة الوقود تزويد الساكنين بالوقود والزيوت لازم تخدم 12,000 ساكن. ورشة الخدمة أيضا 12,000. 12,000 إذا قارناها يعني 3 محلات إلى 4. الملاعب 150 طفل على 1000، يعني 15% من العدد الكلي للسكان. ساحات لعب 200 على 1000، يعني 20%. هاي بالمحلة السكنية نستخدمها. الساحة الرياضية 200 طفل على 1000، 20% من العدد السكان الكلي. والمتنزهات هاي ترفيه جميع الساكنين. أوكي، هذا نأخذها من موازنة استعمالات الأرض. يجب أن تكون الفضاءات المفتوحة مخططة ومصممة على أساس تصنيفهم. أكو ميادين لعب أطفال، ساحات رياضية للشباب، وساحات ومواقف سيارات لجميع الساكنين. مثلا ميدان لعب أطفال بعمر من 6 إلى 11، المساحة نأخذها 75 متر على الشخص، يعني 75%. مساحة القطعة، المساحة الكلية رفلي، يعني نأخذها من 600 إلى 900. مساحة الملعب من 400 إلى 600. طبعا هنا المساحة الكلية مع الخدمات، هنا بس مساحة اللعب، يعني هنا مع الخدمات كافيتيريا قعدات زين، وهنا صافية، الساحة صافية من 400 إلى 600. الحد الأعلى للبعد عن الوحدات السكنية من 200 إلى 300، يعني التقاطع مع الشوارع الفرعية مسموح. ساحة للرياضة شباب بعمر 12 إلى 18، المساحة 50، يعني نص متر مربع للشخص، فالمساحة الكلية راح تصير 900 إلى 1500. الساحة اللعب الصافية من 600 إلى 1000. الحد الأعلى البعد عن وحدات السكنة من 500 إلى 800. التقاطع مع الشوارع الجامعة مسموح. ساحات مواقف سيارات بضمنها ساحات رياضية لجميع الساكنين نأخذ 5 متر للشخص، ولازم البعد 800، وكذلك مسموح التقاطع مع الشوارع. مؤشرات تخطيطية مواقف السيارات، يعتمد هذا المؤشر لنوع الأبنية المخدومة على القاعدة المرجعية وعلى عدد السيارات. مثلا بيوت المنفردة الأسرة والشريطية وذات الفناء،
هاي عدد مواقف السيارة لكل أسرة، لأن كل بيت إلى سيارة، فعدد مواقف السيارة يصير واحد لكل بيت. بينما البنايات متعددة الأسرة كل 1000 ساكن يأخذ 150 موقف للسيارات. الحضانة عدد مواقف السيارات لكل مجموعة أطفال، يعني الباص، فيأخذ 5%. الروضة عدد المواقف الإضافية، نضيف 2 من 5 يعني 7%. مدرسة ابتدائية عدد مواقف السيارات لكل صف، أيضا 5 مثل الحضانة. المتوسطة عدد مواقف الإضافية هم نزيدها، المتوسطة لأن أكبر فتصير 7%. مدرسة ثانوية عدد مواقف السيارات لكل صف، إذا هي 12 صف كل صف إلى 1، زائد مواقف إضافية 2، نضيف مواقف إضافية 2. فإذا إذا كانت مدرسة ثانوية 6 صفوف تصير 6 سيارات، نضيف لها 2 من باب الاحتياط للمدير وللمعاون. مركز رعاية صحية عدد مواقف السيارات لكل 100 متر مربع من المساحة، من 3 إلى 6 عدد مواقف سيارات. الجامع والمركز الثقافي والشباب كلها نفس النسبة، لكل 100 متر أكو عدد مواقف. الجامع 10، المركز الثقافي من 3 إلى 8، المركز الشباب من 3 إلى 8، المركز المحلي الركني من 1 إلى 2، سوق المحلي من 1 إلى 3. مركز التسوق عدد مواقف السيارات لكل 100 متر مربع من المساحة الكلية، يعني المركز التسوق ناخذ مساحته الكلية لكل 100 متر مربع ناخذ من 5 إلى 8 سيارات. فإذا كان مركز التسوق مثلا 500، خمسة في 5 تصير 25، وإذا كان 800 لكل هاي 8 في 100 لكل متر مربع يكون 8 سيارات لكل 100، فصير 80. مقهى محل مرطبات عدد مواقف سيارات لكل 100 مقعد لزبون مستهلك من 4 إلى 8، مطعم كازينو من 3 إلى 8، إدارة محلية من 2 إلى 4 أيضا لكل 100 متر. البريد نفس الشيء، والمركز الشرطة نفس الشيء، يعني عدد مواقف لكل 100 متر مربع. هسه نوصل إلى مؤشرات أخرى اتطرقت إلها معايير الإسكان الحضري، هي مؤشرات التوجيه والمعالجات المناخية. مثل ما تعرفون أنه إحنا واقعين بمنطقة حارة جافة صيفا وباردة ممطرة شتاء، فلهذا خلوا فد خريطة للعراق وكل وحدة سووا بها توجيه الأبنية حسب المناطق. فعلاقة موقع الشمس مع أي نقطة على سطح تعرف بزاوية السمت وزاوية الارتفاع، هاتان الزاويتان يحددها خط العرض. التاريخ والساعة تلعب دورا مهما في تعيين توجيه البناية. في العراق احنا على خط عرض 35 درجة باتجاه الشمال، مقبولا بشكل عام لأغراض توجيه البناية، فكل البنايات نوجهها باتجاه الشمال بخط عرض 35. أكبر وأصغر زاوية ارتفاع للشمس خلال السنة عند الظهر في 22 حزيران 78 درجة و30 ثانية، عند الظهر في 22 كانون الأول 31 درجة و30 ثانية. فإذا أفضل توجيه للأبنية بالمنطقة الحارة الجافة بالعراق هي 35 شرق الجنوب، وأفضل توجيه للأبنية في المنطقة الحارة الرطبة، لأن أكو حارة جافة وأكو حارة رطبة، هي 15 شرق الجنوب. فشوفوا هسه هذا المخطط بالمناطق الحارة الرطبة، هاي البناية هذا الجنوب وهذا الشمال، فيصير بزاوية 35 جنوب الشرق. وبالنسبة للمناطق الحارة الجافة توجيه المناسب إلها يكون باتجاه الجنوب الشرقي بزاوية 35. أوكي، هسه تصنيف او انماط السكن شلون احنا نحددها، ايضا المعايير الاسكان الحضري خلت لها تحديدات. مثلا مساحة الفضاءات الداخلة المشغولة وفقا لفئة الوحدة السكنية ونوع البناية السكنية، فإن مساحة الفضاءات الداخلية المشغولة للوحدة السكنية تشكل مجمل فضاءات المعيشة والفضاءات المساعدة والإضافية، هي مساحة إلزامية
مثل ما قلت لكم البيت السكني بالمحاضرة الأولى بيه 3 أجزاء، جزء سكني وجزء معيشي وجزء خدمي. هنا بالقانون فضاءات المعيشة هي مساحة إلزامية. خلينا نشوف الفئات، أكو صغيرة وأكو متوسطة وأكو كبيرة وأكو كبيرة جدا، فخلوا لها رموز. الصغيرة بيها صغيرة واحد وصغيرة اثنين، متوسطة متوسطة واحد متوسطة اثنين، كبيرة كاف وكاف جيم واحد وكاف جيم اثنين. بالنسبة للصغيرة اثنين، للصغيرة واحد، المساحة الداخلية المشغولة بالسكن المنفرد مخالة، مخالين لأن هي صغيرة جدا، بينما بالسكن المتعدد الأسر يعني بالعمارات من 57 إلى 63 متر مربع. الصغيرة الثانية من 75 إلى 81، يعني إذا جينا بالديزاين وعندنا صغيرة واحد أنا أقدر أسوي 75 فما دون، وأقدر ما أخليها لأن بالقانون ما يلزمني، بينما هاي إلزامية بالنسبة الصغيرة اثنين. من متعدد الأسر من 69 إلى 75، بالنسبة المتوسطة الأولى من 99 إلى 105، بالنسبة المتعدد الأسر 93 إلى 99. شوفوا هنا، هنا أقل من هنا من المنفرد، ليش؟ لأن هذول يعني بالمتعدد الأسر يكون طوابق والشقق تكون ضمن القانون مساحتها أقل من السكن المنفرد الأسرة، فلذلك تكون أقل المساحة المعيشية. زين، هنا بالميم اثنين 114 ل 120، في حين بالمتعدد الأسر من 108 ل 114. الكبيرة بها 3 أصناف من 147 إلى 195 بالنسبة للمنفرد الأسر، بينما بالمتعدد من 138 إلى 147. هاي الطلاب أريدكم تحفظوها لأن عندنا تصميم من الفئتين، مال السكن المنفرد والسكن المتعدد بالديزاين، فلازم تحفظوها حتى نطبقها بالديزاين. الحد الأدنى لعدد الغرف المشغولة ومساحتها. هنا الغرف المشغولة مو المعيشية، هناك المعيشية هنا الغرف المشغولة، هنا السكن المنفرد والسكن المتعدد الأسر ونفس التقسيم من صغيرة إلى كبيرة جدا. نلاحظ بالصغيرة رقم واحد ما ملزمة، يعني أنا أقدر أسوي وحدة وأقدر أسوي اثنين، بينما بالمتعدد الأسر لازم أسوي اثنين، كبيرة رئيسية ومال أطفال. الحد الأدنى للمساحة المشغولة بالمتر المربع لازم 33. صغيرة اثنين الحد الأدنى الغرف المشغولة هي 3، غرفتين نوم كبيرة وصغيرة ومعيشية فصير 3، الحد الأدنى 48. زين، بينما المتعدد الأسر 2 الحد الأدنى والمساحة شوية أكبر 42 متر مربع. بالنسبة للمتوسطة الأولى الحد الأدنى لعدد الغرف 4، فإذا بالنسبة المتوسطة من 4 إلى 5، بالنسبة للكبيرة من 6 إلى 8. وشوف المساحات مالته، هنا الحد الأدنى بالمتر المربع بالنسبة المتوسطة الأولى 63، بالنسبة المتوسطة الثانية 75، بالنسبة للكبيرة 93، كبيرة جزء أول 108 وجزء ثاني 120، في حين عندنا بس الكبيرة جدا عندنا بالمتعدد الأسر واللي هي 5 ماكسيمم. إذا بالمتعدد الأسر عندنا من 2 إلى 5، ماكو 6 بعد، في حين بالسكن المنفرد إلى 8 توصل. فهاي أريد تلتزمون بها طلاب. نجي على مساحات قطع الأراضي للسكن المنفرد الأسرة، هاي هم إلزامية لأن هي بالقانون العراقي عندنا المنفصل من 400 ل 600، شوف المنفصل من 300 ل 400، شريطية من 200 ل 300، يعني من الصممون شريطية لازم تلتزمون من 200 ل 350، ذات الفناء من 150 إلى 300. فيما يخص بعض فئات وحدات السكن، يعني يوصي التخطيط قطع الأراضي للسكن المنفرد ضمن الحدود الدنيا، وقطع الأراضي الوحدات السكنية الكبيرة والكبيرة جدا ضمن الحدود العليا، فإذا هاي يأخذ العليا بينما ذيك يأخذ الدنيا. نجي على الفئات، أكو صغيرة ومتوسطة وكبيرة وكبيرة جدا. الصغيرة المنفصل من 400 ل 450، السكن شبه المنفصل بالمتر المربع من 300 إلى 340، شريطية 200 260،
مساكن ذات الفناء 150 إلى 210. المتوسطة تكبر 420 إلى 500. الشبه المنفصل تكون من 320 إلى 360، وهكذا. يعني إحنا من الأعلى للأسفل تزيد، ومن اليمين إلى اليسار تقل. فهاي أريدكم تحفظوها المساحات، أصناف الوحدات السكنية والمساحات البنائية. هسه أيضا صغيرة رقم 2، متوسطة أولى، هاي هناية معدل الإشغال. هنا إجا فد معيار جديد يتحكم بالعملية كلها، هي معدل الإشغال. يعني شنو معدل الإشغال؟ عدد الأشخاص على الوحدة السكنية. بالصغيرة رقم 2 مو الأولى، من 1 إلى 3. بالمتوسطة من 3 إلى 5. بالمتوسطة الثانية 5 إلى 7. الكبيرة 7 إلى 9. الكبيرة جدا من 9 إلى 11. كبيرة جدا رقم 2 11 فأكثر. فإذا على هالأساس، على عدد الأشخاص، راح تبدي نقسم الغرف. مثلا غرف النوم بالصغيرة الثانية من 1 إلى 2، أقدر أصمم 1 وأقدر أصمم 2. المتوسطة 1 2، المتوسطة الثانية 3، الكبيرة 4، كبيرة جدا 5 رقم 1، والثانية 6. يعني أقدر إلى حد 6، الحد الأدنى لعدد الغرف. المعيشة كلها 2، كل الأقسام 2. الغرف المشغولة هسه أبدي أحسب، 1 زائد 2 3، 2 زائد 2 4، 3 زائد 2 5، وهكذا. يعني تحسبوا لي غرف النوم زائد المعيشة حتى تطلع الغرف المشغولة. بالنسبة للمساحات هسه، احنا أخذنا العدد هنا، هسه المساحات. غرفة النوم الرئيسية الحد الأدنى المطلوب أكو 12 متر، 15 متر الكل وحدة. يعني للصغيرة 2 12، للمتوسطة 1 15، إلى الكبيرة جدا 15 هي غرفة النوم الرئيسية. نبدي الثانية، هذا الحد الأدنى إلزامي. الثانية 9 للصغيرة الثانية، 12 للمتوسطة الأولى، تظل 12 للأخير إلى الكبيرة جدا. هاي إلزامية الغرفة الثانية، بس الرئيسية مطلوبة مو إلزامي. الثالثة أيضا إلزامية، ما تصير بالثانية، ما ترهم بالثانية، بالصغيرة الثانية ولا المتوسطة الأولى، لأن هذا ما تحكم. فالمتوسطة الثانية 12 إلى الأخير 12. الرابعة مو أنتو حسب هاي العدد، لأن هنا 3 إلى حد الإلزامي هنا ويوقف، هنا 4 لا والله تصير غرفة النوم الرابعة. الخامسة، فهاي الزيادات من الثالثة للخامسة هي كلها 12 متر. فإجمالي فضاءات النوم والفعاليات المعيشية الحد الأدنى المطلوب 21 بالنسبة للصغيرة، متوسطة 1 27، المتوسطة 2 39، كبيرة 51، كبيرة جدا 63 إلى 75. غرفة المعيشة هذا مطلوبة، بالصغيرة ماكو، بالمتوسطة الأولى 18، ب 18 21 24 24 ماكسيمم. الاستقبال الضيوف بالصغيرة ماكو، بالمتوسطة 1 12، ب 12 15، ب 15 ب 15. فهاي تلتزمون بها بالوحدات السكنية طلاب. فإذا إجمالي فضاء المعيشة نجمعها تصير 27 30 30 36 39 39. بالنسبة لفضاء إعداد الطعام هذا إلزامي، بالنسبة للصغيرة الثانية 9، المتوسطة 1 12 ب 12، كبيرة وكبيرة جدا 18، متوسطة ومتوسطة الثانية 15. هاي إلزامية. ليش أقولكم حفظوها؟ لأن إلزامية على القانون. الحمام الرئيسي إلزامي من 4 ونص، ويبقى 4 ونص ما عدا المتوسطة بها 3 ونص. الحمام الثاني بالأولى والثانية والثالثة ماكو حمام ثاني، بس بالكبيرات أكو. فإذا هذا الجدول يوضح لنا شلون التصاميم تختلف بحسب نوعيتها بالقانون، فلازم نلتزم بها، ولازم نخلي فضاء خارجي للاستراحة المسائية. بالنسبة للصغيرة رقم 2 9 متر فضاء مطلوب،
وبالنسبة للمتوسطة 1.15، 21، 27، 33، توصل للكبيرة جدا 39. فإذا إجمالي الفضاءات الداخلية، الداخلية شنو؟ الخدمة والمرافق والمعيشة. بالنسبة للصغيرة من 84 ل 90، بالنسبة للمتوسطة الأولى من 114 130، المتوسطة الثانية من 135 ل 141، بالنسبة للكبيرات توصل إلى 234. هسه معدل الإشغال بالنسبة للسكن المتعدد الأسر يعني العمارات، زين. فعندنا الصغيرة الأولى والصغيرة اثنين تفرق معدل الإشغال، الصغيرة هي 1 بينما الصغيرة اثنين من 1 إلى 3، بيها غرفة رئيسية وغرفة نوم ثانية فصير 3. المتوسطة الأولى من 3 إلى 5، المتوسطة الثانية من 5 إلى 7، والكبيرة من 7 إلى 9. فإذا 1 وغرفة المعيشة 1 تصير 2، 2 ب2، 3 4 5. فإذا شفتوا طلاب هذا الأشياء لازم نحفظها حتى نقدر نصمم عليها. أيضا وضعت معايير إسكان حضري أنماط الحركة، معايير الحد الأدنى للمسافات في السكن المنفرد. يقول الحد الأدنى المسافة بين دارين متقابلين يفصل بيناتهم شارع لازم 12 متر، دارين يكون 12، بينما الجانب يكون 6 والمنفصل 6، الشريطي 8. الشريطي 8، لازم الشريطي 8 لأن هذا راح يكون واجهة واحدة. فالقانون ملزم للجميع، وتحفظوا لي الصور يعني هاي الرسومات تحفظوا لي إياها بالامتحان. معايير الحد الأدنى المسافات في السكن متعدد الأسر لغاية 4 طوابق، الحد الأدنى مسافة بين واجهات الطولية والمدخل 12 متر لازم بين كل عمارة وعمارة. الحد الأدنى المسافة بين الواجهات الجانبية 6 متر. أوكي. بالنسبة لما بين الوحدة السكنية والخدمات، مسافة بين ساحة اللعب قطعة الأرض للخدمات التعليمية 15، لساحة اللعب 15، تجميع القمامة 10، خزان التعفين 10، خزان الماء 20، محطة تعبة الوقود لازم 30، لغاية 10 مواقف 25، أكثر من 10 مواقف 30، سكة الحديد 30، المقابر لازم 50، يعني لازم تكون بعيدة. هذا المينيمم، احنا نحكي على المينيمم، من زيدون انتو التصميم مالتكم. الحد الأدنى تجميع القمامة وساحة اللعب 15، فهاي القوانين ملزمة، زين. الحد الأدنى المسافة بين الأبنية الخدمية والشعر العرضي 3، عمارة سكنية وأبنية خدمية وبين خزان التعفين 10، حد الأدنى المسافة بين عمارة سكنية وبين السياج الخارجي 15. أوكي، فوصلنا إلى نهاية المعايير الإسكان الحضري. أتمنى أنه تحفظوها لأن كلها داخلة بالامتحان. شكرا جزيلا.